انا كده خلصت الراس. الراس المفروض ان هي زي الجسم بالظبط، بدأت ب8، ال8 بقى 16، عملت تزايد لحد الستة، تزايد 1 2 3 4 5 6، ثبتت 6 ادوار، وبعدين رجعت نقصت زي ما زودت بالظبط، تناقص 6 تناقص 5 4 3 2 1 لحد ما قفلت. حشيتها مش بحشيها جامد لدرجة ان هي تبقى صلبة، وفي نفس الوقت ما بتبقاش فاضية، يعني مش مجرد ما انا ادخل ايدي كده الاقيها فضيت من جوه، بتبقى حاجة مظبوطة. الوش فيها في تفاصيل شوية، فانا بحاول ان انا اخلصها قبل ما اركب الجسم، يعني مش بعد ما اعمل الجسم اقوم مركبة التفاصيل بتاعت الوش، لا انا بخلص الوش كله وسهل بعد كده الجسم يتركب. اول حاجة هعمل الودان. الودان لما بتيجي تتركب علشان ما تبقاش ورا قوي ولا قدام قوي، ما تبقاش واحدة بعيدة عن التانية، فانا بحطهم، شايفين الدايرة الاولانية دي بتاعت البداية، بحطها هنا وهنا، فتديني الشكل اللي انا عايزاه من قدام. الدايرة تبقى في النص وواضحة، يعني ما يبقوش عليها، لا تبقوا الاتنين قد بعض عشان المسافة بتاعت اللي ما بين الودنين تبقى مظبوطة. هبدأ بقى خيطها من هنا، ايا كان الخيط اللي انا هخيط بيه مش هيبقى باين، القطيفة بيسحب الخيط لجوه. هعملها كده ده من ناحية واحدة؟ لا من ناحيتين. لا ما انت واخدة سايبة واحدة. دي هاخدها من ورا عشان ما تبقاش ضعيف. لو انا خلاص بقيت متمكنه في الدباديب وعارفه الاماكن بالظبط والحاجات دي، بالشمع، بمسدس شمع، ننزل الحاجات دي مع الغسيل، مش هتطلع مش هتفك. بس لو انا لسه اول مره فبلاش ان احنا نبدا، لان انا دي سهل ان انا لو اتغلطت اعرف اقص الخياطه اللي انا خيطتها وارجعها تاني زي ما كانت، لكن اللزق مش هينفع. خلصت دي، هقوم داخله على الودن الثانيه من قبل، من غير ما اقص خيط. انا ليه عملت بخيط تطريز ما عملتش بخيط عادي؟ لان خيط التطريز في الشده اللي انا بشدها دي مش هيبقى جامد معايا، مش عشان ما يبقاش باين، لكن الخيط بتاع الخياطه اللي انا بخيط بيه الزراير هتلاقيه شده من دي اتقطع على طول. هعمل نفس اللي انا عملته الناحيه دي. خلصت دي كده، هقوم مدخلاها من ورا وربطها كويس عشان ما تفكش. الارتفاع بيتحسب غلظة مصنوعة بقى وانا شغالة؟ وانت شغالة لا، لو انت هتشتغلي الدبدوب كله بارتفاع منزلق، الارتفاع مش بيتحسب من ضمنه عشان ما تتلخبطيش، لان اصلا القطيفة بيلخبط. تمام. الباقي بقى دخلة العين اللي انا كنت قايله لكم عليها، انا هحدد مثلا العين هنا وهنا الناحيه دي، واقوم مدخله الابره من تحت مطلعاها من هنا، هسيبها طويله من هنا مش اديهاش للاخر، اقوم داخله في الغرزه اللي بعدها طالعه هنا، شايفين دي اهي خارجه من الغرزه اللي بعدها ونازله تحت تاني. عايز تنزلي في نفس المكان تمام، عايز تنزلي في غرزه بعدها مفيش مشكله. فانا لما اجي اشد دول من تحت
هلاقيها راحت دخلت جوه مكان العين علشان يديني خدود من هنا ويدي بوز للبق. هقوم ربطاهم. هتشدي بقى وهي بتتربط هتتشد لوحدها، فانا ما شدش جامد، انا هفضل اشد كده لحد ما اوصل للي انا عايزاه، وبعدين اقوم رابطه رابطه كمان. ممكن اعمل خطين كده للحواجب، من هنا لهنا نفس المكان، هنا لهنا. العين التانية هتتلزق بقى بشمع عشان هي هتتفك، فاحنا بنحاول ان احنا ايه نظبط الدنيا. الصامولة دي لو انت وانت شغالة عارفة انت هتحطي العين فين وهي مفتوحة، لكن هي مقفولة الصامولة دي بتتحط جوه. يبقى فعلا تركيبها وانت شغالة اوقع وانت شغاله، بس انا عايزه اشدها. تحدديها ازاي؟ عايزه اشد دي لجوه. طيب انا بعد ما بخلص ده عايزه بقى اربطهم. انا كنت عامله حسابي ان اللون ده هيبقى تحت علشان السربت بتاعي، فانا هجيب ده كده واقوم خيطاها برده. هنلف حواليها كده، سيبيها انا لما بشدها بتمسك تاني. بالمرة وانا الناحية دي هعمل الايد. الايد لما باجي بعملها ما بحطهاش في النص هنا عشان ما تبقاش باينة ان هو ما عندوش رقبة، فانا بنزل بيها تحت شوية. بقفل عشان الفايبر ما يطلعش. هطلع من الناحية التانية، احاول اخليه يكون نفس الخط بالظبط عشان الاتنين يبقوا قد بعض.
نعمل بقى الرجل برضو نفس الكلام، بحدد الغرزة او الدوران اللي في النص وبحط فيه الرجل علشان ما يبقوش الاتنين في حتة، ده في حتة وده في حتة. طلعتين مش بقى فارق، انا بحطها زي ما هي كده ونشتغل عليها. الايه؟ لا ما انت بقى قفلي كويس عشان خاطر حتى في الغساله كمان، ما هي حتى في الغساله ما تتفكش، فانت شدي شويه الخيط. اللي انا عملته الناحيه دي هعمله الناحيه التانيه. لا لا بتفضل زي ما هي فاضية. اه كنت بتاخده في حضنها نايم وعيد. بس كده خلاص.